من ضمن الأسئلة عملية إزالة الغضاريف واستعدال الحاجز الأنفي، أنا عملت العملية من 21 يوم والأمور تمام، لكن الطبيب ما أعطاني أي تعليمات أو أي شيء للتنظيف، وأن شعر بانسداد في جهة واحدة وإحساس زي تقل في الأنف، هل ده طبيعي؟ المفترض أن الطبيب يكون مفهمك التعليمات، لكن أي مكان من المفترض أنه بعد العملية حضرتك في خلال الأسبوعين بتفك الفتيل. لو حضرتك إيه الفتيل ده؟ الفتيل ده حاجة عاملة كده زي قطن وشاه، حاجه كده جوه سده دي وسده. طب انا اتنفس ازاي؟ لا، ما هو في مساحه للتنفس، وعاده انت تتنفس من الفم. طيب انت تعمل ايه علشان تواجه ده؟ انت المفروض انك تكون طبعا شلت الفتيل ده، ما ينفعش تقعد 21 يوم وانت مثبت الفتيل، فلازم لو الفتيل موجود تتوجه لاي دكتور. المفروض ده في خلال اسبوع انت بتشيلها. طيب لا، انا الفتيل اتشال. بيكون في الغالب في دعامتين، بيكون في دعامه هنا لو حضرتك عملت ازاله استعدال حاجز الانف، بيكون في دعامه كده ودعامه هنا، نوع من انواع البلاستيك او الماده الطبيه، انا بس بشبهها لك عشان. فبيكون جوه هنا، المفروض دول في خلال 21 يوم بيتشالوا، ممكن توصل الى 3 اسابيع بيشيلها لك من جوه. طيب في هذه المرحله حضرتك المفروض بتجيب لاما زي حاجات زي فيسيومير، او الحاجات اللي هي ماء بحر، ماء بحر مش ماء طعام، اوعى تحط ماء طعام، ماء بحر طبي بتجيبها من الصيدليه وبتبدا تضرب كده وبتبدا تنزل المخاط والحاجات اللي فيها دم بحيث انها تنزل. طيب ما عنديش فيسيومير او الحاجات دي، حضرتك بتجيب حقنه، حقنه عاديه، بتشيل الابره، اوعى تحط الابره جوه، بتشيل الابره وبتبقى بس الحقنه كده. طب اعمل ايه بدي؟ بنجيب الطبق وبنبدا نعمل فيه الموضوع ده علشان يكون عندي. فخلي بالك من الفكره دي وانت بتبدا تتعامل معاها على هذا الموضوع، ان يكون عندك استخدام ليها. بتبدا تحط الطبق ده وبتبدا تحط ملح طبي، ملح طبي بتجيبه ايضا من الصيدليه، وبتبدا تدوبه في الميه وبتاخد وبتضرب بشكل بسيط جدا. وخلي بالك المنطقه دي بتكون مجروحه، فانت بترطبها بحيث انها تنزل. احساس التقل ده طبيعي في الغالب، لان في الغالب في مخاط هنا او في حاجات هنا من الانف متراكمه، فالمنطقه دي بتبقى تحس ان هي تقل، وعاده بعد العمليه بتحس ان في تراكمات داخل الانف، فده طبيعي. لكن من المهم جدا ان يكون عندك اهتمام انه في حاله هذا الموضوع انك تلجأ لطبيب، ولو دكتور ما كشفش عليك او ادالك التعليمات روح لدكتور اخر بحيث يعمل تشيك بعد العمليه. واتمنى ان اكون ساعدتك واطمن. ودايما بقول للناس انتوا بعد العمليه عدى اسبوع الموضوع نازل ولا طالع؟ الموضوع بيهدى، الدنيا تمام، الانسداد تمام، بس انا اقصد الميكانيزم بتاع التحسن، الدم قل، النزيف قل، كل الحاجات دي معناه ان شاء الله في تحسن؟ لا، الدنيا بتزيد ولا نلجأ لدكتور تاني او نفس الدكتور بحيث ان نحل الموضوع ونشوف الدنيا ماشيه ايه؟ والف سلامه مره تانيه وبالتوفيق.